بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الثانية من سلسلة المحاضرات الحية لمقرر استخدامات الحاسب في المحاسبة والمراجعة في المستوى الثامن محاسبة. صوت واضح؟ نعم. طبعا انا اعتذر يعني بالنيابه عن عماده التعليم عن بعد عن الخلل الفني اللي حدث الاسبوع الماضي، ولم نتمكن من اعطاء المحاضرات طبعا لمشكله تقنيه في البرنامج، وبالتالي يعني تم الغاء المحاضره يوم الاثنين الماضي. وطبعا يعني ان شاء الله يكون لدينا متسع في عمليه تعويض هذه المحاضرات اللي فوتنا من خلال وجود اي مشاكل تقنيه في النظام. الصوت واضح اليوم؟ واضح، زين. لان ايضا المحاضرات الماضيه كان الصوت يقطع شويه، في يبدو انه كان فاذا أخذنا في المحاضرة الماضية. طبعا أنا نزلت لكم المذكرة، ما أدري هل نزلتموها من في المنتدى، طرحت المذكرة في المنتدى. هل قمتم بتنزيلها من المنتدى؟ ايضا مثل، هل في صوت؟ صوت واضح عندكم؟ واضح، زين. اذا نقوم كما اتفقنا في المحاضرة الماضية على طرح بعض الأسئلة المتعلقة في الموضوع، مقدمة في استخدام الحاسب الآلي. وكما ذكرت يعني هذه كانت عبارة عن مراجعة لما درستموه في المستوى الرابع في مقرر مدخل إلى الحاسب الآلي. نبدأ ب، نزلت مذكرة، زين. زين، اذا حصلتم على المذكره. يعني مثل ما ذكرت لكم انا في المحاضرات الماضيه او في المحاضره الاولى، يعني الاصل في اعداد الاختبارات النهائيه تكون اللقاءات الحيه والمذكره، يعني هي حتكون الاصل في طرح الاسئله في الاختبارات النهائيه. ما يطرح من اسئله في اللقاءات الحية بالإضافة إلى المذكرة، وبالتالي يعني نحاول في لقاءاتنا الحية أن نعطي الموضوعات على شكل يعني تساؤلات وأسئلة حتى نغطي يعني معظم جوانب المقرر من خلال الأسئلة. فنبدأ بالأسئلة مثل ما اتفقنا في المحاضرة الماضية، نبدأ بطرح الأسئلة ومن ثم على شكل ناخذ اذا في هناك اي استفسار في اي سؤال نقوم بشرحه من خلال هذه الحلقه.
من الأسباب التي يجب على المحاسب الإلمام بالمهارة اللازمة للتعامل مع الحاسب الآلي. ألف، اتجاه معظم المنشآت في استخدام الحاسب الآلي. ب، متطلب قانوني ونظامي. جيم، عدم قدرة المحاسب في استخدام الأنظمة اليدوية لمعالجة العمليات المالية. دال، جميع ما ذكر. طبعا أطرح الأسئلة بشكل طرح بدون ما أتلقى إجاباتها. أم تريدون الإجابة وتصحيح الإجابة؟ يعني أنتم تجاوبون وأنا أصحح لكم الإجابة. خالد يقول بدون إجابة، وأنا أفضل صراحة بدون إجابة لأنها موجودة بالمذكرة، يعني الطالب يستطيع الرجوع إلى المذكرة في إجابة الأسئلة اللي نقوم بطرحها، أو إذا أردتم الإجابة مثلا وأنا أصحح إذا كان هناك خطأ في الإجابة أقوم بتصحيحها. إذا الطالب أخطأ في الإجابة أصحح هذه الخطأ. أيضا من أسباب استخدام الحاسب الآلي في المحاسبة. ألف، استجابة للأنظمة المحلية. ب، المنافسة بين الشركات في مجال استخدام الحاسب الآلي. جيم، عدم قدرة المحاسب على معالجة العمليات المالية في النظام اليدوي. دال، لا شيء مما ذكر. نعم، أحسنت يا سلسبيل. إجابة با. أي من العوامل التالية التي ساعدت على انتشار استخدام الحاسب في المحاسبة. ألف، توفير الوقت والجهد. ب، استجابة للأنظمة المحلية. عدم قدرة المحاسب على استخدام النظام اليدوي. دال، لا شيء مما ذكر. نعم، أحسنت يا أثير. سلسبيل، إجابة صحيحة، توفير. إذن وهكذا بالنسبة للأسباب، يعني هناك مجموعة من الأسباب نستطيع طرحها على شكل هذه التساؤلات. وهي تحسين عملية حفظ الدفاتر، الدقة والسرعة في إعداد المستندات. هذه يعني كانت من الأسباب التي ساعدت على استخدام الحاسب الآلي في المحاسبة. استطاعت مهنة المحاسبة كمهنة متطورة أن تحافظ على ديمومتها من خلال تلبية احتياجات المستخدمين، قدرتها على مواكبة التطورات، استجابتها للأنظمة المحلية. دال، جميع ما ذكر. أحسنت يا أثير سلسبيل. نعم، يقوم الحاسب الآلي في المحاسبة بعدة مهام، منها ألف، تحديد العمليات المالية.
باء تصميم النظام المحاسبي، دال تفسير النتائج للقوائم المالية، جيم عفوا تفسير النتائج، دال خزن واسترجاع المعلومات في الوقت المناسب. أعيد السؤال. أعيد السؤال. طيب. السؤال. يقوم الحاسب الآلي في المحاسبة بعدة مهام، منها ألف تحديد العمليات المالية، باء تصميم النظام المحاسبي، جيم تفسير النتائج للقوائم المالية، دال تخزين واسترجاع المعلومات في الوقت المناسب. نعم أحسنتم. دال الحاسبات التي يمكن ربطها بمئات من الوحدات الطرفية تسمى ب ألف الحاسبات العملاقة، ب الحاسبات الكبيرة، جيم حاسبات التحكم، دال محطة العمل. نعم إجابة صحيحة يا سيدي. نعم. تعتبر آلات سريعة جدا، ولديها القدرة على تشغيل العشرات من البرامج في نفس الوقت. تسمى ألف حاسبات التحكم، باء الحاسبات الكبيرة، جيم الحاسبات العملاقة، دال محطة العمل. نعم أحسنتم، إجابة صحيحة. الحاسبات التي لا تحتاج أو عفوا الحاسبات التي تحتاج إلى عدد لا يتجاوز 8 أفراد تقريبا للعمل عليها تسمى ألف حاسبات التحكم، باء الحاسبات الكبيرة، جيم الحاسبات العملاقة، دال الحاسبات المتوسطة. نعم إجابة صحيحة أحسنتم. لا يمكن استخدامه من قبل أكثر من شخص واحد في نفس الوقت، يسمى بالحاسبات ألف الشخصية، باء الحاسبات الكبيرة، جيم الحاسبات المتوسطة، دال حاسبات التحكم. نعم أحسنتم، إجابة صحيحة. يستخدم في عمليات التحكم والمراقبة للأجهزة المختلفة مثل الأجهزة الصناعية والطبية. هو ألف حاسبات التحكم، باء الحاسبات الكبيرة، جيم حاسبات المتوسطة، دال الحاسبات العملاقة. نعم أحسنتم. تعتبر وحدة المعالجة المركزية من المكونات ألف
البرمجية، باء المادية، جيم المعنوية، دال لا شيء مما ذكر. نعم أحسنتم، إجابة صحيحة. الذاكرة التي تفقد محتوياتها أو تفقد محتوياتها بمجرد إيقاف تشغيل الجهاز، وتستخدم للاحتفاظ المؤقت بالبيانات أثناء العمل على الجهاز، تسمى بالذاكرة ألف المادية، باء البرمجية، جيم العشوائية، دال ذاكرة القراءة فقط. أحسنتم، ممتاز. تعتبر أنظمة تشغيل الحاسب الآلي من المكونات ألف المادية، باء العشوائية، جيم المعنوية، دال البرمجية. نعم تعتبر البرنامج أو البرامج التطبيقية من مكونات الحاسب الآلي ألف البرمجية، المادية، المعنوية، العشوائية. نعم السؤال الآخر، تعتبر نافذة الويندوز من الأمثلة على ألف برامج تطبيقات، باء أنظمة التشغيل، جيم المكونات المادية، دال جميع ما ذكر. نعم يعتبر برنامج مايكروسوفت إكسل من الأمثلة على ألف أنظمة التشغيل، باء المكونات المادية، جيم المكونات المعنوية، دال برامج التطبيقات. نعم أحسنت. من المزايا التي يقدمها برنامج مايكروسوفت إكسل هي ألف إدخال كمية كبيرة من البيانات في جداول منظمة، استخراج النتائج على شكل رسوم بيانية، جيم سرعة وسهولة معالجة البيانات باستخدام المعادلات، دال جميع ما ذكر. نعم أحسنت، يعني حنا الآن تقريبا يعني دخلنا على الحلقة الثالثة من الحلقات الحية المسجلة. عند فتح مصنف في برنامج مايكروسوفت إكسل فإن اسم هذا المصنف يظهر في شريط، هذا الشريط يسمى ألف شريط الأدوات، باء شريط التصغير والتكبير، جيم شريط العنوان، دال شريط الأوامر.
السؤال اللي بعده. أدوات الإقلاع السريع والتي تستخدم بكثرة أثناء العمل يمكن استخراجها من شريط ألف الأدوات، باء التصغير والتكبير، جيم شريط العنوان، دال شريط الأوامر. نعم، سؤال آخر. توقفت عن الإجابة. جيم، نعم أحسنت يا رحمة. نعم، شريط عنوان. إذن اسم المصنف وأدوات الإقلاع السريع توجد في شريط يسمى شريط العنوان. طيب الآن سؤال، وطبعا هذا السؤال كان في سنوات سابقة أو في فصول سابقة جاء هذا السؤال في الاختبار النهائي. الشريط الذي يظهر محتويات الخلية النشطة إذا كانت صيغة رياضية أو أي محتويات أخرى هو شريط الأدوات، شريط الصيغة، شريط العنوان، لا شيء مما ذكر. نعم أحسنت يا خالد، رحاب أحسنت، نعم إجابة صحيحة. الشريط الذي يبين طرق عرض المصنف هو شريط ألف الحالة، باء الأدوات، جيم عنوان، دال الصيغة. نعم ألف، لأن احنا الآن تقريبا في ما يسمى بواجهة برنامج مايكروسوفت إكسل. أو يعني السؤال اللي ذكرته قبل قليل يمكن أسألكم عنه عليه بالعكس، يعني شريط الحالة في مصنف برنامج مايكروسوفت إكسل يستخدم لي ألف عندما تكون أبعاد المصنف أكبر من أبعاد الشاشة، باء لإظهار الخلية النشطة، جيم لإظهار أدوات الإقلاع السريع، دال لبيان طرق عرض المصنف. يعني سؤال بصيغة أخرى. نعم أحسنت. أيضا من استخدامات شريط الصيغة في برنامج مايكروسوفت إكسل عندما تكون أبعاد المصنف أكبر من أبعاد الشاشة، باء إظهار الخلية النشطة، جيم إظهار أدوات الإقلاع السريع، دال بيان طرق عرض المصنف. نعم يعني السؤال يعني ممكن يأتي بصيغة بأكثر من صيغة. الشريط الذي يستخدم عندما تكون أبعاد المصنف أكبر من أبعاد الشاشة هو شريط الأدوات، شريط الصيغة، شريط التصفح، شريط العنوان. نعم أحسنت، الإجابة صحيحة. تحتوي ورقة العمل على مجموعة من الأعمدة
والصفوف. فكل عمود في برنامج إكسل أو في المصنف له اسم مخصص تبدأ تسميته ب ألف حرف، باء رقم، جيم حرف زائد رقم، دال جميع ما ذكر العمود. نعم أحسنتم، عمود تبدأ تسميته بحرف. الآن كل صف بالمصنف تبدأ تسميته بألف حرف، باء رقم، جيم حرف زائد رقم، دال جميع ما ذكر. نعم الصف تبدأ تسميته بالرقم بينما العمود يبدأ تسميته بحرف. أي من العبارات التالية صحيحة فيما يخص الأعمدة والصفوف في ورقة عمل إكسل؟ ألف يتساوى عدد الصفوف مع عدد الأعمدة، ب عدد الأعمدة أكبر من عدد الصفوف، جيم عدد الصفوف أكبر من عدد الأعمدة، دال ليس مما ذكر. نعم هذا السؤال اكتبكم اياه. السؤال السابق هذا السؤال أي من العبارات التالية صحيحة فيما يخص الأعمدة والصفوف في ورقة عمل إكسل؟ ألف يتساوي عدد الصفوف مع عدد الأعمدة، باء عدد الأعمدة أكبر من عدد الصفوف، جيم عدد الصفوف أكبر من عدد الأعمدة، كل ما ذكر صحيح. لا عدد الصفوف أكبر من عدد الأعمدة، عدد الصفوف أكبر من عدد الأعمدة. نعم وهي الإجابة صحيحة. نعم جيم. نعم إجابة صحيحة جيم، عدد الصفوف أكبر من عدد الأعمدة. تمام السؤال الآخر سؤال أكتب لكم إياه. إذا كانت إحدى الخلايا في ورقة العمل فهذا يعني أن هذه الخلية في ورقة العمل B3، فهذا يعني أن هذه الخلية معنونة أو تقع في ألف العمود B والصف رقم 3، باء في العمود رقم 3 والصف ب، جيم في العمود رقم 3 والصف رقم 3، دال في العمود ب والصف ب. إذا كانت إحدى الخلايا معنونة ب B3. نعم ألف أحسنت.
عندما نريد أن نثبت مرجع الخلية المنسوخة كي يظهر في جميع الخلايا المنسوخ إليها استخدام المرجع وذلك استخدام المرجع المطلق absolute reference وذلك باستخدام علامة ألف الدولار هذه العلامة أنسخ لكم العلامات هذه ألف باء جيم دال ليس مما ذكر أي علامة تستخدم للنسخ المطلق من هذه العلامات ألف دولار باء مربع جيم الآت دال ليس مما ذكر يعني المقصود فيها في هذا السؤال في بعض الأحيان يعني في برنامج إكسل أريد أن أقوم بنسخ ولكن مع النسخ تثبيت الخلية يعني كأن تتكرر خلية في كل المعادلات اللي أقوم بإدخالها وبالتالي إذا أردت أن أثبت خلية واحدة عند عملية النسخ فهنا أستخدم ما يعرف بالنسخ المطلق ما يسمى بالنسخ المطلق وهو تثبيت خلية معينة باستخدام إشارة الدولار قبل وبعد حرف العمود حتى إذا نسخت أفقي أو نسخت عمودي يكون صحيح فأضع قبل حرف العمود إشارة الدولار وبعد أيضا العمود هذا يسمى النسخ المطلق النسخ المطلق أيضا السؤال الآخر طبعا في عندي على سبيل المثال أعطيكم مثال على عملية النسخ المطلق حتى تكون واضحة أمامكم تمام الآن طيب طلع عندكم المثال على كيفية إجراء النسخ المطلق باستخدام إشارة الدولار في عملية النسخ أي موجود المثال إذا في هذا المثال مثلا عندي الشركة تقوم ببيع عدد من السلع تلاحظون السلعة مثلا ثلاجة غسالة فرن مايكرويف تلفزيون إلى آخره هنا عدد الوحدات المباعة وسعر بيع الوحدة الواحدة وهنا إجمالي مبيعات السلعة
طبعا اجمالي المبيعات السلعه طلعناها من خلال ضرب عدد الوحدات المباعه ضرب سعر بيع الوحده الواحده. الان اذا اردنا ان نستخرج وكان المطلوب من السؤال نسبه مبيعات كل سلعه من اجمالي المبيعات، كل مبيعات نسبه مبيعات كل سلعه من اجمالي المبيعات. الان كيف نحسبها هذه؟ نقوم بادخال معادله بحيث ان نقسم مبيعات السلعه مبيعات كل سلعه على اجمالي المبيعات، فنجد هنا في هذا الخليه نقسم مبيعات الثلاجه على اجمالي المبيعات، في الخليه الثانيه نقسم الغساله على اجمالي المبيعات، وايضا الفرن على اجمالي المبيعات، ثم الميكروويف على اجمالي المبيعات، وهكذا لجميع السلع. فتلاحظون ان اجمالي المبيعات ثابته في كل المعادلات اللي انا اقوم بكتابتها. فلذلك بدل ما انا يكون اقوم كل مره بادخال اجمالي المبيعات اجمالي المبيعات، اقوم بتثبيت الخليه، تثبيت هذه الخليه عند النسخ عندما اقوم بصعب الخليه. فعلى سبيل المثال عندي هنا النسبه حتكون عندي عباره عن الثلاجه مبيعات الثلاجه تقسيم الاجمالي المبيعات. تلاحظون على دي 8 هي الخليه المتعلقه باجمالي المبيعات. الان اقوم بتثبيت هذه الخليه لان ثابته في كل المعادلات، فاضع امامها وبعد حرف العمود اشاره الدولار. الان ثبتت هذه الخليه باستخدام اشاره الدولار، الان اقوم بتحويلها الى نسبه مئويه، اذا 6%. الان انسخ، حيكون عندي نسخ هذا نسميه نسخ مطلق، حتكون عندي المقام ثابت، المقام ثابت وهو شوف هنا في الخليه حتكون عندي دي 8 ثبتها، ايضا في المعادله التاليه ثبت الخليه دي 8، وبالتالي هذا يسمى النسخ المطلق او النسخ مع التثبيت اذا اردت ان اقوم بتثبيت خليه معينه، هذا يسمى النسخ المطلق وذلك باستخدام إشارة الدولار. طبعا تستخدم ميزتها هاي لما يكون عندي مثلا مبيعات كثيرة جدا، وبالتالي أنا بدل ما كل مرة أدخل خلية معينة لا أقوم بعملية تثبيت هذه الخلية ومن ثم أنسخ. الآن لو ما ثبتنا الخلية، يعني هنا لو لم يتم تثبيت هذه الخلية على سبيل المثال، تلاحظون الإجابة حتطلع عندي خطأ، إذا أرجع إلى الخلية الأولى وأسجل مثلا هذه المعادلة وأقسمها على الخلية الأخيرة. الآن لو سحبت نسخت هذه الخلية ما حتطلع معي إجابة، لازم أعمل نسخ مطلق وأثبت إشارة الدولار، إشارة الدولار، وهذا يسمى النسخ المطلق. إذن هذا هو النسخ المطلق قبل وبعد حرف العمود، لأن حتى لو نسخت أفقيا أو نسخت عموديا حيكون معايا نفس النتيجة. إذن هذا بالنسبة لي العملية النسخ المطلق. طبعا. نعود إلى أسئلتنا. إلى الأسئلة. نعم. حتى نكمل الأسئلة في الجزء المتبقي من المحاضرة، وصلنا إلى الحلقة رقم 4. طيب.
عند ذكرنا استخدم إشارة الذرة، يستخدم أيضا الأمر، هذا الأمر أكتب لكم إياه، ما هو المقصود بهذا الأمر؟ وأيضا هذا السؤال جاء في سنوات سابقة، ماذا نعني بالأمر insert worksheet؟ هل هو حذف ورقة عمل، إدراج ورقة عمل، تغيير اسم ورقة عمل، نقل ورقة العمل؟ نعم، وهو إدراج ورقة العمل. طيب الأمر delete worksheet ماذا نعني به أو ماذا نقصد فيه؟ delete worksheet يعني هل هو حذف، أحسنت. طيب النقر المزدوج على اسم ورقة العمل يستخدم لي حذف ورقة العمل، نسخ ورقة العمل، تغيير اسم ورقة العمل، نقل ورقة العمل. النقر المزدوج على اسم ورقة العمل، تغيير الاسم، نعم، تسمية، صحيح، سلسبيل وأثير، نعم. طيب النقر على ورقة العمل مع الاستمرار بالضغط على مفتاح كنترول، النقر على ورقة العمل مع الاستمرار بالضغط على مفتاح كنترول يستخدم لي حذف ورقة العمل، نسخ ورقة العمل، تغيير اسم ورقة العمل، نقل ورقة العمل. نعم. طيب الأمر هذا الأمر هيدروز يعني حذف صف، إضافة صف، نسخ صف، إخفاء صف. أنهد روز، نعم، أنهد روز يعني العكس، إظهار، إظهار صف. وكذلك بالنسبة للعمل، بالنسبة للعمل طبعا هذا بالنسبة لل الأسئلة اللي نطرحها على الحلقات من 1 إلى 4، من 1 إلى 4. نكتفي هذا اليوم بهذا الأسئلة. أعزائي الطلبة، إلى هنا ينتهي اللقاء بكم لهذا اليوم، إلى أن ألتقيكم في المحاضرة القادمة، لكم مني أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.